السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في أمسية جديدة متجددة من برنامجكم اليومي حديث المساء، والذي يطل عليكم عبر قناة الشرقية من كلباء. وكما تعودنا في هذا البرنامج نطلعكم على أهم العناوين والمستجدات في المنطقة الشرقية، ونذهب إلى عناوين حلقتنا لهذا اليوم. أهم المشاريع الرياضية في المنطقة الشرقية. أنفال صقر نموذج للمواهب الشابة. جولة في أروقة استراحة السحب بمدينة خرفكان. إذن كانت هذه عناوين حلقتنا لهذا اليوم، ونذهب في جولة إخبارية لأهم الأخبار المحلية في إمارة الشارقة. وأولى العناوين: حاكم الشارقة يعين خليفة الطنيجي رئيسا لمجمع القرآن الكريم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة المرسوم الأميري رقم 29 لسنة 2021 بشأن تعيين رئيس لمجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يعين سعادة الدكتور خليفة مصبح بن أحمد الطنيجي رئيسا لمجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه وكل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية. عنوان آخر: الهيئة العربية للمسرح تطور منهاج المسرح في المدرسة الإماراتية. أنجزت الهيئة العربية للمسرح عملية تطوير وتنمية منهاج المسرح في مدارس الإمارات لكافة الصفوف من الأول حتى الثاني عشر، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. وتأتي هذه العملية ضمن حرص الهيئة والجهات الشريكة على متابعة ما تم إنجازه وتحقق على أرض الواقع خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي شهدت المدرسة الإماراتية فيها إدراج منهاج المسرح لكافة الصفوف. وكانت الهيئة قد وضعت المنهاج بصيغته الأولى، وساهم خبراؤها في ذلك كان في عام 2018، ويأخذ المنهاج مداه العلمي والعملي التطبيقي في حياة الطالب والمجتمع المدرسي ومكانته اللائقة، كما يتقاطع ويشتبك مع مناهج المواد الدراسية المختلفة من أدبية وعلمية واجتماعية لإيجاد مناخات التكامل بينها، خاصة من خلال العمل على استراتيجيات القرن 21 وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بحيث يربط المنهاج أو يرتبط المنهاج بالموروث الثقافي والحضاري بكل مستجدات العصر ليعيد الطالب إنتاجها بصورتها المعاصرة. وإنه منهاج منفتح على الآداب والفنون العالمية، ويغطي المعارف الإبداعية والنقدية والبحثية المسرحية. إذن من المنهاج والمسرح نذهب إلى الشارقة وللكتاب. الشارقة للكتاب تطلق أكبر الحملات الثقافية في المنطقة والعالم بهدف تقريب الكتاب من الأفراد في المجتمعات على اختلاف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية. أطلقت هيئة الشارقة للكتاب أكبر الحملات الثقافية في المنطقة والعالم لتبعث رسالة من الشارقة إلى العالم أجمع تحمل شعار إذا مهتم بشيء يعني مهتم بالكتب، حيث يقف الجمهور في مختلف أنحاء العالم أمام رسالة الهيئة المقروءة والمسموعة والمصورة في عدد من المدن العربية والأجنبية. وتسعى هيئة الشارقة للكتاب من خلال حملة إذا مهتم بشيء يعني مهتم بالكتب إلى نشر وعي عالمي حول أهمية الوقوف عند الأصل في خلق رابط حقيقي ومستدام بين الإنسان والكتاب، والترويج لذلك مع كل ما يتطلبه هذا العصر من تنوع وإبداع ومعرفة تامة بتوجهات ورغبات الأفراد بمختلف اهتماماتهم. وتتجاوز الحملة بمفهومها وتقديمها الطرق التقليدية للترويج للكتاب، وتعيد الهيئة من خلال حملتها بناء الصورة السائدة عن شخصية القارئ في العالم، معتبرة أن كل شخص في العالم هو قارئ
وبلغة الأرقام تؤكد الهيئة من خلال حملتها أن هناك ما يقارب 8 مليار من القراء على وجه الأرض، وحاملة معها الهيئة رسائل مفادها أن الكتب في الحقيقة ممتعة وجاذبة لكل البشر. وعنوان آخر، الجامعة الأمريكية في الشارقة تدشن متجرها عبر الإنترنت. افتتحت الجامعة الأمريكية في الشارقة متجرا لبضائعها عبر الإنترنت لإتاحة المجال لطلبتها وخريجيها لاقتناء مجموعة متنوعة من الهدايا والإكسسوارات والملابس التي تحمل العلامة التجارية للجامعة، حيث يعد هذا المتجر هو المتجر الوحيد لشراء سلع تحمل علامة الجامعة التجارية. ويساهم متجر الجامعة الأمريكية في الشارقة في دعم الطلبة الذين يواجهون صعوبات مالية، حيث سيتم التبرع بنسبة 80% من المبلغ الإجمالي لكل عملية شراء لصندوق دعم الطلبة العام في الجامعة. ويمكن لمجتمع الجامعة والجمهور الدخول على الصفحة الخاصة بالمتجر واختيار مجموعة متنوعة من القبعات والقمصان والملابس الخاصة التي تحمل العلامة التجارية، وكذلك الحقائب وأكواب القهوة والشاي ودفاتر وأقلام وغيرها من المنتجات، وتصلهم إلى بيوتهم أينما كانوا. إذن عنوان أخير، شرطة الشارقة تنظم فعالية صحية لمنتسبيها. نظمت القيادة العامة بشرطة الشارقة برنامجا صحيا لمنتسبيها لمدة أسبوع بهدف تحسين جودة الحياة الصحية والمحافظة عليها لدى العاملين بالقيادة لما تحققه من أثر إيجابي في أداء مهامهم، وذلك بمقر نادي الضباط بالشارقة. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة البرامج التوعوية التي تقوم بها القيادة للحفاظ على منتسبيها وإرشادهم بالمخاطر والسلوكيات والعادات الخاطئة وأثرها على صحة الجسم. وهدفت الحملة إلى تعزيز التوعية الصحية لمنتسبي القيادة والمحافظة على الصحة العامة لهم. وخلال الفعالية قام الطاقم الطبي بتعريف الفاحصين بنتائج فحوصاتهم ومدى تأثيرها على صحتهم بهدف تعزيز الوعي الصحي وتحسين وسائل اكتشاف المرض مبكرا وخفض معدلات الإصابة بمرض السكري والتشجيع على تبني أنماط الحياة الصحية السليمة. إذن كانت هذه جملة الأخبار المحلية لإمارة الشارقة لهذا اليوم. أما الآن نذهب إلى التقارير التي عدها لنا فريق البرنامج، ونتحدث اليوم أعزائي المشاهدين في هذا التقرير عن الممشى المطاطي الذي يتجه إليه الناس لممارسة الرياضة في الهواء الطلق. لذلك اهتمت إمارة الشارقة بهذا الأمر من خلال توفير العديد من المماشي المطاطية، ونتعرف على هذه المشاريع الرياضية من خلال هذا التقرير لنتابع. يعد الممشى المطاطي من أهم المشاريع الرياضية في المنطقة الشرقية، حيث تقوم على توفير البيئة المناسبة لممارسة الرياضة واتباع الأنماط الصحية في الحياة اليومية. يمتاز المضمار بأنه صديق للبيئة ويؤمن كافة وسائل السلامة والراحة من أخطار السقوط، ومقاوم للعوامل الجوية والطقس الحار. سيساهم المشروع في توفير بدائل مناسبة تشجع سكان المدينة على ممارسة رياضة المشي أو الجري. يحظى أهالي وزوار المناطق الشرقية بنمط حضاري جديد يعزز الترفيه والرياضة بالمنطقة، حيث يعد المشروع سنداً للمشروعات العملاقة التي تنجزها الإمارة، ومتماشياً مع خطتها التنموية لإسعاد السكان ورفاهيتهم عبر استنشاق الهواء النقي في مكان مفتوح ومشاركة الآخرين ممارسة الرياضة، سواء الجري أو ركوب الدراجات الهوائية.
إذن هذا التقرير حول المشاريع الرياضية في المنطقة الشرقية والممشى المطاطي التي يعني من المشاريع التي نراها في المنطقة الشرقية، إن كانت في دبال حصن وفي مدينة خرفكان وكذلك مدينة كلباء وعلى امتداد شواطئ والكورنيش في كل المدن الثلاث، نرى المشي المطاطي موجود لوجود أسلوب حياة صحي يمارس فيه أهالي هذه المدن الرياضة الصحية واتباع أسلوب حياة كما ذكرت. إذن أعزائي المشاهدين نبدأ في استقبال ضيوفنا الكرام لبرنامج حديث المساء. شورى شباب السارقة يعد من أهم التجارب البرلمانية التي أرسى قواعدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ويعتبر دليل على الاستثمار الأمثل في الشباب كونه منبرا حرا لهم في التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم للمستقبل. وفي هذا الخصوص نستضيف أنفال صقر عضو مجلس شورى شباب الشارقة، فتاة مبدعة اتسمت بالجرأة وحب التقديم منذ الصغر. مساء الخير أنفال. مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء النور أنفال، في البداية أشكر لك قبول دعوتنا بأن نسلط الضوء على هذه الشخصية وهذه الموهبة الشابة من فتيات وبنات إمارة الشارقة. شكرا لكم أنتوا على استضافتي اليوم في برنامج حديث المساء، ولي الشرف أني أكون معاكم اليوم وأتمنى أن يكون لقاء ممتع ومفيد للجميع. إذن أنفال، في البداية دائما الشخص المتميز الشخص الموهوب يكون شخص يتسم بشخصية، هذه الشخصية يعني لديها كثير من التمكن وكثير من الاتزان، لكن ما سر هذا الاتزان وما سر هذا التمكن في شخصية أنفال صقر؟ الحمد لله رب العالمين، من وأنا صغيرة بديت أمارس مشاريع معينة، أشارك في فعاليات مدرسية، وطبعا هذا كله بعد دعم أهلي لي، أمي وأبوي، وقفتهم معي وإيمانهم ثقتهم بمهاراتي. مع الممارسة ومع الثقة بالنفس ومع الفوز والإيجابية وكل هالأمور، قدرت الحمد لله رب العالمين أني أطور مهاراتي في مجال الإلقاء والتحدث، وأني أبرز شخصيتي في هذا المجال، وأني اكتشفت مع مرور الوقت أني وايد أحب هذا المجال، وتحول هذا الموضوع من هواية إلى موهبة الحمد لله. جميل بأن الإنسان يعني يستثمر في هواياته، يستثمر في موهبته حتى تصقل هذه المهارات، وفي المستقبل نراه يعني يجرب ويخطو تجارب مميزة. اليوم أنفال صقر دخلت يعني مجال شورى شباب الشارقة، هذا المجال وهذا المنبر وهذا المجلس هو من المجالس التي تؤهل هذا الشاب بأن يكون برلماني في المستقبل. انتسبتي لشورى شباب الشارقة، هذا الانتساب ماذا كان يعني لك أنفال؟ شورى شباب الشارقة تجربة فريدة من نوعها بالنسبة لي، مختلفة تماماً، كانت أول تجربة برلمانية لي وكانت بداية انطلاقي لأشياء أصعب ولمراحل أعلى. شورى شباب الشارقة يعني لي الكثير، لأن فعلاً فعلاً هذا المجلس وهذه التجربة الرائعة ساعدتني أني أطور مهاراتي وأغير من شخصيتي وأتعلم أشياء أنا ما كنت عرفت لها قبل في مجال الإلقاء والتحدث. ومع التجارب ومع إحساس التوتر والفرحة في نفس الوقت، قدرت أني أتحدى نفسي، قدرت أني أتحدى نفسي أني أكون أحسن وأني أخوض هذه التجربة. والحمد لله رب العالمين، بعد بتعاون زملائي معي في هذا البرنامج مجموعة كبيرة من الشباب والشابات، قدرنا الحمد لله أن نحن نمر في هذه التجربة بنجاح، ونختم الدورة السابعة ونحدث تغييرات في حياتنا كأعضاء وفي حياة الشباب اللي يواجهون تحديات في محاور مختلفة. أتمنى لكم التوفيق عزيزتي أنفال، لكن وجودك في شورى شباب الشارقة، أنتم كشباب يعني موجودون في مجلس برلماني يخص الشباب، ما هي تطلعاتكم؟ ماذا كنتوا تنظرون في هذه الفترة، فترة تعيينكم في مجلس شورى شباب الشارقة؟ أهم هدف كنا مركزين عليه ونقل أصوات الشباب للمسؤولين وحل مشاكلهم بطريقة مبتكرة ومختلفة، عشان كل التحديات اللي نواجهها نحن كشباب في محاور مختلفة مثل التعليم والصحة وأمور مختلفة وايد تخص الشباب، هذه التحديات عطتنا دافع إن نحن
نتكلم مع المسؤولين ونشارك في هذا المجلس المميز وننقل صوت الشباب. فالهدف الأساسي كان أن نحن ننقل صوتنا نحن كشباب وننقل صوت شباب المجتمع. نعم، قبل أيام قليلة أنفال كان هناك اليوم العالمي للشباب، وهناك مبادرات كثيرة رأيناها تدعم الشباب في هذه المجالات، ويعني إن كان في مجال التكنولوجي، المجال الأدبي، المجال الثقافي، ودولة الإمارات دائما حاضنة للشباب. أنتم اليوم كشباب كيف تقدمون وكيف تأخذون هذه الأدوار ومن أجل تحقيق الإنجازات وجعل دولة الإمارات في مصاف الدول الأولى؟ بالوعي والثقافة نعم. والاقتناع بالشيء اللي نحن نسويه وبالتمسك بالشغف. كل شخص فينا شغوف في موضوع معين، كل شخص فينا عنده موهبة مختلفة. نحن كشباب مواهبنا وهواياتنا تختلف ولا تعد ولا تحصى، فممكن أقول أن كل واحد لما يركز كشباب، كل واحد لما يركز على شغفه والشيء اللي هو موهوب فيه أو يحب يسويه ممكن يحدث تغيير ويخدم وطنه كشاب. طبعا الشباب لهم دور كبير جدا جدا في مجتمعنا، لان شباب اليوم هم المستقبل. بالفعل شباب اليوم هم المستقبل، وانتم رهان هذا المستقبل ورهان هذا الوطن في الحقيقه، لان وجود شباب متمكنين من الخطابه ومن الحديث ولديهم جراه عاليه في التحدث هم لسان المجتمع في المستقبل، وهم كذلك من يدير دفه التقدم وسير هذا الوطن. اذا عزيزتي انفال، لو نتكلم عن انجازات الدوره السابقه، الا وهي الدوره السابعه لشورى شباب الشارقه، ذكرتي أنتم كنتوا فريق عمل يعمل في هذا المجلس، لكن من بعد اختتام هذه الدورة ما توجهاتكم، ما تطلعاتكم أنتم كشباب في يعني المجلس وكفريق عمل واحد؟ بعد ختام هذه الدورة نحن دائما دائما نسعى لخدمة الوطن وخدمة الشباب وتعزيز الثقة في كل شاب وشابة، عشان هذه التجربة كانت البداية بالنسبة لي. لكن بالنسبة لفريق العمل كامل نحن دائما نسعى أن نحن نكمل المشوار، مو عشان ختمنا الدورة يعني خلاص انتهى دورنا، لا بالعكس، هذه الدورة كانت بس البداية. لكن نحن إن شاء الله إن شاء الله ناويين أن نحن نستمر بالدورة الجاية واللي عقبها أو في حياتنا بشكل عام، ونساعد الشباب وننقل صوت الشباب ونحدث تغيير إيجابي في هذا المجتمع بإذن الله. ذكرتي بأن ستكونون يعني توصلون صوت الشباب، لكن هل هناك من تحديات، هل هناك من صعوبات تواجه الشباب عزيزتي أنفال؟ طبعا طبعا، بالنسبة لنقل الأصوات هذا مو بشيء سهل، لازم الواحد يكون واثق بالشيء اللي هو يسويه، عارف مع المدى البعيد شو بيكون تأثير هذا الفعل، عارف إذا فعلا هذا الصوت اللي قاعد ينقله صح ولا غلط. لازم يكون واثق من نفسه وواثق من الفكرة اللي يبغى يوصلها للمجتمع. هذا تحدي صعب جدا، لكن دام الإنسان واثق من نفسه وواثق من قدراته وفعلا ناوي على تغيير، إحداث تغيير إيجابي، هو يقدر. والتحديات اللي تواجه الشباب تختلف بين فترة وثانية، فالتحديات هذه تختلف في مجالات بعد مختلفة، يعني مو في مجال واحد، لكن إن شاء الله نقدر بإذن الله. عزيزتي أنفال، تحدثنا عن أنفال البرلمانية التي تتكلم عن الشباب وفي مجلس خاص بالشباب، لكن نتحدث اليوم عن أنفال صقر، إعلامية متميزة تقدم برامج عبر قناة الشارقة الفضائية، فقرة ملهم الأصدقاء في برنامج مع الأصدقاء. إذا عزيزتي أنفال، هذه التجربة الإعلامية وهذا الجانب الإعلامي في حياة أنفال أكيد له سبب في دخول أنفال إلى هذا العالم الإعلامي. نعم، أرجع لمجلس شورى شباب الشارقة. المجلس هذا نمالي مواهبي ومهاراتي، فثقتي بنفسي اللي زادت من بعد هذا المجلس ومن بعد هالتجربة والتحديات اللي واجهتها ساعدتني أن أنا أنتقل لمرحلة ثانية وأتبع شغفي بطريقة مختلفة. هذه تجربة جديدة، أنا ما قدمت برنامج قبل في التلفزيون، لكن الحمد لله الحمد لله مع تطوير المهارات والممارسة قدرت أن أنا يعني أوصل لتلفزيون الشارقة. وهذا الموضوع يا بالصدفة الصراحة،
استضافوني في برنامج مع الأصدقاء، وتواصلت معاي المخرجة منال والمعدة شهد، وجزاهم الله خير ما قصروا وعطوني فرصة غيرت حياتي. ومن بعد ما لاحظوا مهاراتي في اللقاء اقترحوا علي هذا الاقتراح، ومع التدريب وممارسة الهواية والإيمان بالنفس قدرت الحمد لله إني أنا أكون مقدمة فقرة ملهم الأصدقاء ويكون لي دور في هذا البرنامج. جميل، إذن فقرة ملهم الأصدقاء هي من الفقرات الجميلة في هذا البرنامج في الحقيقة عزيزتي أنفال، جدا جدا بأن يكون الشاب هو ملهم لأقرانه، أن يكون الشاب هو من نعم. يبعث الأمل. ماذا استفدتي من هذه التجربة؟ ماذا جنيتي منها؟ هل غيرت في حياتك عزيزتي أنفال؟ نعم، غيرت في حياتي كثيرا. هذه التجربة ساعدتني إني أنا أتخطى التحديات، لأن ممكن أقول إن الموازنة بين الدراسة كوني طالبة والموازنة بين الموهبة والهواية والدراسة شيء صعب جدا، فهذا الشيء غير فيني وقواني وخلاني أقدر أواجه التحديات. هذا الشيء خلاني أوثق إن أنا بإذن الله يوم من الأيام بوصل للي أنا أتمناه. هذه التجربة يعني قريبة وايد مني ومميزة جدا بالنسبة لي، والحمد لله. جميل، لكن سؤالي هل تستمرين في مجال الإعلام؟ هل أنت مواصلة في هذا المجال إن كان حتى في كتخصص أكاديمي أو حتى في بأن تكون وظيفة مستقبلية؟ إني أستمر في هذا المجال طبعا، بستمر إن شاء الله، لكن إنك أختاره كتخصص أكاديمي لا، لأن أنا شغوفة وايد بمجال الطب وحابة إن شاء الله إني أتخصص في المجال الطبي ووظيفتي تكون دكتورة، لكن كإعلام فأنا هاي بالنسبة لي هواية تحولت لموهبة. جميل جميل بأن الإنسان يستغل هذه المواهب بأن ينمي كما ذكرتي قدراته طاقاته. وجملة جميلة جدا استمعت لها عزيزتي أنفال عندما قلتيها بأن يجب أن يكون الإنسان واثق بنفسه. الثقة بالنفس هي مفتاح الصعود وهي مفتاح انطلاق الفرد والإنسان. اليوم عندما نتحدث عن الشاب، والشاب في كل أصقاع العالم في الحقيقة، أنا أرى بأنه يجب أن يكون مطلع، يجب أن يكون قارئ متعرف على الثقافات. أنفال، كيف هي أنفال مع المطالعة والتطلع للثقافات الأخرى؟ أنا أحب أتعلم أشياء جديدة دائما في مجالات مختلفة، المواضيع تلفتني بسرعة خاصة بين الكتب، يعني أنا من النوع اللي أحب أقرأ وأعيش أحداث هذا الكتاب أو أتعلم من هذا الكتاب، فالتطلع شيء مهم جدا جدا، ساعدني إن أنا أزيد ثقافتي في مجالات مختلفة وإني أعرف معلومات عديدة حتى لو معلومة ولا معلومتين من كذا مجال. التطلع بالنسبة لي شيء مهم جدا وأنا أمارسه دائما، سواء خلال القراءة ولا البحث بشكل عشوائي في الإنترنت أو بشكل عام. نعم، إذا هذا التطلع وهذه المطالعة هي من الأمور المهمة كما ذكرتي، لكن اليوم الشباب ربما يعني هناك كثير من التحديات، هناك كثير من الأمور قد تعرقل بعض الشباب من المطالعة، لكن نصيحة منك إلى الشباب من نفس عمرك ومن أقرانك حول أهمية المطالعة وأهمية التطلع في القراءة والثقافة. اقرأوا، ثقفوا، تعلموا أشياء جديدة، لأن بين كل فترة وفترة الاكتشافات تزيد، بين كل فترة وفترة معلومات تزيد، فنحن كشباب لازم نتعلم، لازم نتثقف، لازم نكون في نفس مستوى المعلومات اللي قاعدة تزيد. ما ينفع إن نحن نوقف في حد معين أو نتعلم شيء معين وخلاص، بالعكس لازم نستمر بيننا وبين نفسنا، والتعلم الذاتي شيء مهم جدا. هاي نصيحتي للشباب، لا تعتمدون على المدرسة مثلا، الجامعة، التعلم الذاتي شيء مهم جدا، ونحن لازم نستغل هذا الموضوع ونستغل كثرة الاكتشافات والمعلومات ونطلع أكثر بين الكتب مع تطور التكنولوجيا حاليا في السوشيال ميديا، في الإنترنت، في كافة مواقع التواصل الاجتماعي. فالاطلاع شيء مهم جدا، واهتموا بهذا الموضوع لأنه ممكن يحدث تغيير كبير جدا في حياة كل شخص فينا.
بالفعل التعلم الذاتي من الأمور المهمة جدا، لأن يعني إذا أدركها الشاب أدرك وجنى ثمار هذا التعلم الذاتي. اليوم عندما نذكر هذا الأمر عزيزتي أنفال بأن الشاب عليه بأن يتطلع وأن يبحث بنفسه، المعلومة ربما تكون موجودة في المناهج التعليمية، لكن الآن مناهجنا التعليمية وجميع الكتب الدراسية الموجودة هي عبارة عن مادة نظرية، لكن في مضمونها وفي إدارتها هناك كثير من المعلومات يجب أن يبحث فيها الطالب وأن يبحث فيها الشاب على هذه المعلومات بشكل مفصل. التعلم الذاتي يكفل لهذا الشاب بأن تكون لديه معارف، ليكون لديه اطلاعات عالية جدا والسقف نظرته، وقد يستشرف المستقبل من خلال هذه المطالعة الذاتية. والمطالعة الذاتية ممكن تعلم هذا الشخص أشياء عن نفسه، ممكن تعلم أنه شغوف بموضوع معين هو ما كان عارف أنه شغوف فيه، فتطلع شيء مهم جدا. نعم، إذا عزيزتي أنفال سعيدة بهذا اللقاء، لكن قبل أن أنهي هذا اللقاء كلمة أخيرة من أنفال صقر. كلمة أخيرة، هالكلمة حابة أوجهها لأمي وأبوي. أنا اليوم قاعدة أشتغل عشان أجيب وأقدم لكم وأقول لكم هذا هو اللي تعبت عليه. شكرا عزيزتي أنفال، هي مشاعر حقيقية عندما تخرج من فتاة إلى والديها. بالفعل هذا الإنجاز وهذا الجهد وهذا التعب هو من جهود والديك. بالفعل عندما نرى اليوم مثال لفتاة إماراتية مجتهدة ابنة الشارقة تكون متحدثة بهذه الطريقة، يكون عندها يعني لباقة في الحديث بهذه الطريقة. سعيدة بلقائك عزيزتي أنفال، وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح، و نتأمل لك بأن تكوني دائما في مصاف يعني المتميزين والمتميزات في دولة الإمارات. شكرا لك يا عزيزتي أنفال. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا.